أكد سفير عمرو الجويلي المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي فرصة لمراجعة ما تم تحقيقه، وقال في لقاء خاص مع أكسترا نيوز إن أجندة أفريقيا 2063 تحظى بمكانة خاصة في هذه القمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام على شاشة أكسترا نيوز، ما زلنا نواصل مع حضراتكم هذه التغطية الخاصة من داخل مقر الأمم المتحدة للاجتماع التنسيقي نصف السنوية الخامس للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية. معنا الآن لقاء مع معالي السفير عمرو الجويلي المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس المفوضية الإفريقية. أهلا وسهلا بحضرتك معالي السفير. أهلا بأكسترا نيوز، وبنشكركم على الاهتمام بتغطية الموضوعات الإفريقية اللي تعتبر هامة لكل دول القارة. واجبنا يا فندم، شكرا لحضرتك. معالي السفير، نتحدث بداية مع حضرتك عن هذه القمة، حدثنا عن أبرز أهداف هذه القمة، ما الذي تنتظر يعني الشعوب الإفريقية بالخروج من نتائج محددة ربما من هذه القمة، ونحن الآن يعني في نواصل فعاليات هذا اليوم من القمة؟ هي هذه القمة تعتبر في غاية الأهمية لأنها بتسمى الاجتماع نصف السنوي للاتحاد الإفريقي، وبالتالي هي بتمثل فرصة لمراجعة ما تم تحقيقه في الستة أشهر الماضية وما هو متبقي للستة أشهر التالية. أهميتها الأخرى أيضا في أنها قمة تجمع ما بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية، بمعنى التجمعات الاقتصادية الإقليمية تعتبر يعني اللبنات التي يبنى عليها العمل الإفريقي المشترك، ومن هذا الإطار هي بتساهم في دعم التعاون الإقليمي على المستوى الجهوي إذا جاز التعبير، شمال جنوب شرق وسط وغرب إفريقيا، لكن أيضا التنغيم العمل فيما بينهم للمستوى القاري، وبتضم أيضا آليات أخرى مثل اللجنة التسييرية للنباد التي رأسها السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي هي فرصة لهذه الآليات لتنغيم العمل وتنسيق العمل فيما بينها لتحقيق التكامل الإقليمي. على سبيل المثال منطقة التجارة الحرة القارية الكبرى، لكن أيضا تقسيم العمل فيما بينهم، فهذه القمة تبحث في تقسيم العمل من المستوى القاري إلى المستوى الجهوي الإقليمي إذا جاز التعبير. المواطن في الدول الأفريقية المختلفة ربما يستمع إلى الكثير من مصطلحات معالي السفير، يعني حرية الحركة والتنقل، جواز السفر الإفريقي الموحد، تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وهو طبعا شعار هذه القمة والذي هو بالفعل أيضا شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2023. ما هي أبرز ملامح هذه القمة فيما هو متعلق بهذه الأهداف؟ يعني هل هناك أولويات على أجندة هذه القمة، أم أن كل القضايا المطروحة أو المفترض طرحها حتى على مدار باقي اليوم هي كلها بنفس ذات الأهمية؟ الحقيقة حضرتك بتطرحي سؤال مهم جدا، لأن ربما الهدف الأساسي لهذه القمة هي تحقيق أثر ملموس على مستوى المواطن، على مستوى الشعوب نفسها، ومن هنا أجندة 2063 الإفريقية بتحظى بمكانة خاصة جدا في هذه القمة. هي أجندة تنموية أيضا تقترن بما يسمى بالمشاريع الأساسية أو الفلاجشيب بروجكتس، بما في ذلك مثلا مشروع التجارة الحرة القارية، بما في ذلك مشروع ربط الطرق فيما بين الدول الأعضاء الإفريقية. لكن الأهمية اللي بتزيد هي إن هذا العام هو يشهد تقييم الخطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة 63 وتصميم أو تطوير الخطة العشرية الثانية لتحقيق هذه الأجندة، وبالتالي هي فترة للتفكير، فترة للدراسة لما سبق تنفيذه ولما يتبقى من تنفيذه. الأهمية الأخرى إن ده ارتبط بمنتصف المدة لتقييم الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة. ستعقد قمة الأمم المتحدة ستعقد قمة لهذا الأمر في سبتمبر من هذا العام، سبتمبر 2023، وأمس ربما أول مرة نتحدث به للإعلام العربي والمصري، أمس كان هناك لقاء فيما بين نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة أمينة محمد ونائبة رئيس المفوضية الإفريقية دكتورة مونيك نسانزا باجانوا للبحث في كيفية التنغيم في العمل أو التنسيق في العمل فيما بين الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة والاتحاد الإفريقي أجندة 2063. هل يا فندم قضية التمويل
ونقص الموارد، أو خليني كمان أقول مع نقص الموارد عدم القدرة حتى الآن على الاستغلال الأمثل للموارد، لأنه الحقيقة أن قارة أفريقيا قارة غنية بالموارد الطبيعية، ولكن الكثير منها ربما غير مستغل أو غير مستغل لصالح القارة الأفريقية. هل هذه القضية أيضا مرتبطة بفكرة تنفيذ هذه الأهداف والتنمية المستدامة والخطة العشرية لعشر سنوات وصولا إلى أجندة 2063؟ يعني قضية التمويل هنا أين تقع من وسط كل هذه الأهداف اللي حضرتك ذكرتها؟ بالطبع ربما يعني نأخذ مصطلح تعبئة الموارد، لأن التمويل هو فقط أحد مصادر الموارد المتاحة. هناك موارد بشرية، هناك موارد تمويلية ونقدية، وهناك موارد فنية، بمعنى أنه يمكن للدول أن تتعاون فيما بينها، أن يكون أحدها مثلا متخصص في مجالات معينة فيسخر هذه الموارد لتحقيق الأجندة 63. والموارد البشرية أيضا جزء من التعبئة، وأخيرا الموارد المالية. لكن بالتأكيد السؤال اللي حضرتك طرحتيه مهم، لأن الخطة العشرية الثانية لتحقيق الأجندة 63 سوف تكون ما يسمى costed plan، بمعنى خطة مرتبطة بالتكلفة، وونس أنه تم تحديد التكلفة فبالتأكيد يمكن البحث عن مصادر تمويل، بعضها ما يسمى مصادر التمويل المبتكرة innovative sources of finance. وأعتقد أن هذه القمة وملتقيات إفريقية أخرى خلال هذا العام سوف تبحث في هذا المجال، متابعة أيضا لقمة باريس التي عقدت منذ بضعة أسابيع. يعني لن أطيل عليك أكثر من ذلك، ولكن يعني قطعا يجب أن أسأل حضرتك عن رؤيتك للدور المصري في هذه القمة. مصر دائما في قلب أفريقيا، تتحدث بصوت أفريقيا، الكل يعي الآن جيدا أهمية الدور المصري في كل القضايا الأفريقية. كيف ترى مشاركة الدولة المصرية في هذه القمة، ومصر الآن رئيسا للنيباد والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ؟ وكما استمعتم الزميلة العزيزة في الكلمة الافتتاحية لرئيس كينيا وهو المضيف لهذه القمة، أشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر، فربما هي من ضمن الدول القليلة لم تكن المنفردة التي ستلقي كلمتين من خلال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة لنقل ما تم تحقيقه في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية المناخ الذي عقد في شرم الشيخ، والذي سمي بقمة أو مؤتمر التنفيذ، تنفيذ الالتزامات والتعهدات التي التزمت بها الدول المتقدمة من أجل دعم جهود التكيف فيما يتعلق بتغير المناخ. وبالتالي حتى في الكلمة الافتتاحية لهذه القمة أشير إلى الدور الذي قامت به مصر من أجل دفع بمقاربة إذا جاز التعبير إفريقية لتغير المناخ، بما في ذلك أيضا ما ارتبط بما يتعلق بإصلاح الضرر الذي حدث نتيجة تغير المناخ. أضف إلى ذلك أن الأضرار والخسائر، بالضبط الأضرار والخسائر. أضف إلى ذلك الدور المحوري اللي بتكون به وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية الأودا نيباد، والتي ترأس مصر من خلال السيد الرئيس لجنة تيسيرية لها، وبالتالي هي أيضا تنفيذ، لأنه مهما كانت هناك سياسات عامة وأطر واسعة، الجانب العملي تقوم به وكالات التنمية، وبالتالي النيباد تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة، وأثق في أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من هذه الأنشطة في هذا المجال. معالي السفير عمرو الجويلي، كل الشكر يا فندم لحضرتك لوجودك معنا في هذا اللقاء، شكرا لك. شكرا لكم، وبندعو طبعا الإعلام المصري والعربي أن يتابع جهد متميز في متابعة الموضوعات الإفريقية. نعم، نحن دائما الحقيقة إكسترا نيوز يعني تتابع الشأن الإفريقي والشأن العربي، والحقيقة أن هذه القضايا قضايا مهمة جدا، لأن القارة الإفريقية يجب أن يكون لها كما ذكر الرئيس الكيني ويليام روتو، يجب أن يكون لها صوت موحد يصل إلى العالم بأكمله، وهذا هو دور الإعلام أيضا في إيصال هذا الصوت. تغطياتنا ورسائلنا مستمرة مع حضراتكم مشاهدينا الكرام على شاشة إكسترا نيوز، ابقوا معنا.